كابتن عادل، يعني دايما لما بنيجي نتكلم على كرة القدم في النادي الأهلي بنقول عادل طعيمة. عادل طعيمة أخرج الكثير والكثير من الأجيال خلال فترات طويلة جدا في النادي الأهلي. شايف اللي احنا فيه دلوقتي بشكل عام، بقى بشكل عام شايفه ازاي من وجهة نظر الكابتن عادل طعيمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللي انا بشوف انه الموسم ده في نوع من الإعجاز في كرة القدم. أيوه. لم يحدث في تاريخ أي نادي في العالم، وطبعا دي مش إنشاء، بأرقام البلاد الحارة اللي حوالينا، الدوري 14 نادي، لما تضرب الماتشات في الكاس ما بيعدوش 30-40 ماتش في السنة. في أوروبا مع البرد ومع الأجواء ومع الاحتراف ومع اللي بياخد في الأسبوع 200 ألف استرليني والآخره، وفي ظل الجو الرهيب ده، بالله تشيلسي مع كل البطولات اللي بيلعبها عامل 59 ماتش، المان سيتي عامل 61 ماتش. انت تعرف الموسم ده لعيبه الاهلي هيلعبوا كام ماتش؟ السوليه والشناوي تقريبا هيعدوا 90 ماتش. فتخيل انت الموسم ده بتلعب ضد الطبيعه البشريه. ايوه الطبيعه البشريه من ناحيه الناحيه البدنيه والناحيه النفسيه، لان ربنا مدي لكل واحد فينا طاقه. الطاقه دي العضلات والانسجه والاعصاب لا تتحمل باي شكل من الاشكال. أيوه. هذا الجهد مهما عملت من استشفاء، مهما عملت من استشفاء لا ما ينفعش، لا لان ممكن. في مواد كيميائيه بتتفرز زكاتنا عشان العضله تشتغل. مظبوط. فلو العضله خلاص يعني تشبعت، الجانب النفسي انك انت ضاغط 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 ضاغط، بيحصل ايه؟ الاعصاب احيانا بيبقى فيش تركيز. أيوه.